بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وأعزائي الطلاب والطالبات، إن شاء الله هنشتغل النهاردة عن برمجة الماوس والكيبورد وإزاي نستدعي الصور باستخدام لغة السي. أول حاجة هنعرفها ماوس، ازاي ندخل الماوس معانا في البيئة بتاعت البرمجة في السي لانجوج. لازم نستدعي library file اللي هو mouse.h. mouse.h ده هنلاقي منه نوعين، واحد خاص بان الماوس ممكن احبسه في جزء دائري او ان انا اخليه يتحرك في جزء بشكل مستطيل، بحيث يبقى فيه جزء من الشاشة الماوس محبوس فيه ما ينفعش يتحرك الا في المنطقة دي بس. بس ممكن المنطقة دي تكون دائرية او ممكن المنطقة دي تكون مستطيلة. فنلاقي عندك ان شاء الله برفع لكم على الجوجل درايف، وهتلاقوه كمان على الصفحة بتاعتي على موقع الجامعة الهيدرز فايلز المطلوبة. هتلاقي ماوس اندرسكور ار وفي ماوس اندرسكور سي. السي ده خاص بالسيركل والار ده هيبقى خاص بالريكتانجل. طيب عشان نبدا نستخدم بقى الماوس ويظهر معايا في الشاشات الخاصه بالتطبيق اللي انا هستخدمه، هنلاقي طبعا عشان ننادي هنا الماوس بنحتاج ننادي لايبراري فايل اسمها ماوس دوت اتش. ممكن على فكره تلاقوا على النت اسمها ماوس دوت اتش، بس انا صنفت اتنين عندي وهرفع لكم على الصفحه. ماوس اندرسكور ار دوت اتش ده هيبقى خاص بالريكتانجل، وماوس اندرسكور سي دوت اتش ده خاص بالسيركل. فانت لما تيجي تكتب البرنامج مهم جدا تكتب واحده منهم بس، ما تكتبش الاثنين عشان ما يحصلش كونفليكت. طيب الاثنين دول المفروض اضيفهم بقى فين في المسار بتاعهم؟ اروح عندي على حسب بقى انت بنزل النسخه بتاعتك فين على الجهاز بتاعت الكومبايلر بتاعت السي، او انت بتستخدم التربو سي او بتستخدم الكود بلوكس. فانا عندي مثلا على الجهاز السي تربو سي 4 تي سي انكلود، هاخد انزل دول من على موقع الصفحه بتاعتي وافضل احطهم تحت الصف فولدر اللي اسمه انكلود ده، وبكده يبقى هما جاهزين معايا. ابدا اما انادي اي واحد منهم يبدا يشتغل معايا الفانكشنز الخاصه بالايه؟ بالماوس. الخطوه بقى اول حاجه بنعمل انيشاليزيشن بيها للماوس هو انيشيت ماوس، عامله بالظبط زي كنا بنستخدمها قبل كده انيشيت جراف. فانيشيت ماوس عشان تبدا تعمل لي تنشيط للماوس. الفانكشن اللي بعدها اسمها شو ماوس. شو ماوس عشان يبدا الماوس يظهر معاك على الشاشه. على الشاشة في البرنامج اللي انت بتكتبه. الفانكشنز اللي بعد كده اسمها سيت ماوس. سيت ماوس بتحدد له بوزيشن اكس وواي، انت عايزه يظهر فين، عايز الماوس ده يظهر فين. فلو قلت له سيت ماوس 320 و240 يقوم الماوس يظهر معاك على الشاشة في المنطقة اللي في نص الشاشة. في فانكشن بقى بنتكلم عليها اللي هي ليميت ماوس، اللي هي بتحدد لك بقى ان في ممكن مستطيل معين زي ده كده لو احنا حددنا لها النقطتين x1 y1 x2 y2، لو حددنا لها النقطتين دول هيبدا يعمل لي مستطيل كده، بس المستطيل ده انت شايفه يعني وهمي. لكن لو بدات تتحرك بالماوس جواها هتلاقي الماوس مش عارف تخرجه منه، واقف الماوس بيتحرك في الباوندريز دي بس، في الحدود دي بس الخاصه بالمستطيل ده. وده ساعات الناس بتستخدمها في بعض الجيمز بحيث تخلي الجيم في منطقه معينه تشتغل بالماوس وفي منطقه تانية تشتغل بالكيبورد، او انت عايز تخلي الهيلب في حته معينه ما تشتغلش الا بالماوس بس والماوس ما يخرجش من المنطقه اللي انت محددها دي. فده بيتسميها ليميت ماوس، وتحط لها الحدود بتاعه الدياجونال بتاعه المستطيل اللي هو هيخلي فيه الماوس ما بيخرجش من المنطقه دي. في فانكشن مهمه جدا بقى اسمها جيت ماوس. انت بدات تستخدم الماوس يظهر معاك على الشاشه، لكن ازاي تستفيد منه بقى؟ فالجيت ماوس دي بتعتمد على 3 بارامترز، اولهم البي والتاني الاكس والواي. ايه هو البي ده؟ ده البوتوم. انت بتستخدم انهي بوتوم؟ رايت ولا ليفت؟ هتعمل رايت كليك ولا ليفت كليك بالماوس؟ والاكس والواي دول البوزيشن اللي موجود في الماوس، هو موجود في انهي حته؟ لان طبعا مهم جدا انت واقف في انهي مكان بالماوس وبتعمل رايت كليك ولا ليفت كليك، ولا انت واقف بس بتشاور في منطقه معينه. يعني ممكن الماوس ينفذ اكشن لو انت وقفت فقط في بوزيشن معين، وممكن طبعا ينفذ اكشن لو انت كمان وانت واقف في البوزيشن ده عملت رايت كليك او ليفت كليك.
فانا بنقول هنا لو انت عملت، لو الاتريبيوت ايه ده خد قيمه واحد، يبقى انت كده عملت ليفت، ضغطت على ليفت بوتوم او ليفت كليك يعني. ولو خد اتنين يبقى انت ضغطت على رايت بوتوم او رايت كليك. ولو هو ما خدش قيمه يعني انت ما بتضغطش على اي حاجه من الايه، من البوتومز دي. في فانكشن تانية برضو كمان مهمه، ممكن في وقت معين انت عايز تخفي الماوس، هيدنج ماوس، ففي اسمه فانكشن اسمها هيد ماوس، وتستخدمها في الوقت اللي انت عايزه. طب انت عايزه يظهر تاني، تستخدم الفانكشن التانية المناظر اللي احنا شرحناها من شويه اسمها شو ماوس. هنبدا هنا في المثال ده نشوف ازاي الماوس يظهر معانا على الشاشه، وازاي كمان في نفس الوقت نبدا نستخدم الرايت كليك او الليفت كليك بحيث يظهر لي البوزيشن بتاع الماوس ده واقف في انهي مكان بالظبط، يظهر لي كتكست الاحداثي بتاع الاكس وبتاع الواي. فده انا كده نعمل انشاليزيشن للجراف زي ما خدنا قبل كده في البرامج السابقه. وهنا قلنا هيبقى في عندنا 3 variables b و x و y من نوع integer، اللي هو ده الخاص بالبوتوم هيبقى رايت ولا ليفت ولا ما في، ما ضغطناش على حاجه. والاكس والواي بوزيشن بتاع اكس وواي، البوينت بتاعت الماوس واقف فين بالظبط. وهيبقى في عندنا مصفوفه s من نوع character، هنبقى نستخدمها واحنا بنخلي البوزيشن بتاع الماوس يظهر كتكست باستخدام الفانكشن بتاعت s print f. وطبعا استدعينا بقى الانيشيت ماوس، انيشيت ماوس الفانكشن عشان تبدا تنشط الماوس الاول، وبعد كده شو ماوس عشان الماوس يبدا يظهر. وقلت له سيت ماوس يظهر في اول حاجه في السنتر بتاع المونيتور عند 320 و 240. وبعد كده قلت بقى نحط، احنا هنشتغل في البرنامج ده هنعمل كده بوتوم مستطيل كده، دي احداثياته، ونحط كمان في اوت تكست اكس واي عند بوزيشن معين داخل المستطيل ده. تلاحظوا ان النقطة دي داخل المستطيل كبداية فيه، ونكتب معاها جملة الكلمة بتاعت اكزيت. بحيث لما اروح اقف، هظبط انا بقى البرنامج عندي، لما اروح اقف عند المكان اللي في المستطيل اللي جواه كلمة اكزيت واعمل عليها كليك يخرج من البرنامج، لان انا هستخدم في البرنامج ده انفينيتي لوب، ولازم احط حاجة جواه تكسره لما اروح عند مكان معين واعمل كليك. استكمال البرنامج بقى هنلاقي فيه انفينيتي لوب اهوت، انفينيتي لوب. في الانفينيتي لوب نفتح بقى قوس كده بتاعه، بنقول فيه ايه بقى؟ جيت ماوس. جيت ماوس هيرجع لي بقى انا عامل كليك بانهي بوتوم، رايت ولا ليفت او ما عملتش، والبوزيشن كمان بتاع الماوس واقف فين بالظبط. اي لون هنا بقى ده الجزء ده، لو كنت عامل ليفت كليك تمام، وكانت الاكس ما بين ال 500 و 570 والواي ما بين 400 و 440، ودي المنطقه داخل المستطيل اللي انا كنت لسه معرفه من شويه. يعني راح اضغط على ليفت كليك على كلمه اكزيت الموجوده في المستطيل، هوريها لكم دلوقتي في الشاشه بتاعه الخارج يعني. لو ده حصل هعمل بريك، يعني ايه؟ يعني يكسر الفور لوب ده، لما يكسره يروح فين؟ لكلوز جراف ويخرج من البرنامج. طيب لو الشرط ده ما اتحققش، قايل له بقى لو انا كنت بضغط على الليفت كليك بس يعني، ما حطيتش معاه كمان بقى شروط ثانيه، يعني في اي مكان تاني في الشاشه خلاف المنطقه اللي فيها البوكس اللي جواها كلمه اكزيت، هيعمل لي اس برنت اف، ياخد قيمه اكس بكام وواي بكام ويحطهم لي في المصفوفه اللي كانت من نوع كاركتر اللي اسمها اس. وبعد كده قلت له بقى سيت في الستايل، ده الخصائص اللي جايه بالبار اللي قدامنا ده، عشان اعمل مستطيل بار يعني ياخد لون اسود فوق اي تكست هينطبع بعد كده، عشان النص اللي هينطبع ده ما يظهرش فوق بعضه فيظهر متراكم، وبالتالي تلاقي الارقام دخلت في بعضها مش عارف تميزها، فانت عايز تظلل المنطقه بعد ما تطبع كل مره، بعد ما تعمل كليك يعني، كل ما تعمل كليك يمسح السابق وبعدين ياخد ايه؟ يعني يطبع ويمسح اللي وراها تاني، بحيث تفضل فاضيه منتظره انت ما تضغط بحاجه. وبعد كده سيت تكست ستايل متحدد فيها طبعا يعني القصائص بتاعه النص زي ما خدنا قبل كده. واخر فانكشن اللي هي اوت تكست ستايل، اوت تكست اكس واي، بيحدد لك بقى انت عايز تكتب فين. فاحنا بنقول عند البوزيشن 21 21، يعني في بدايه الشاشه فوق كده على الشمال، ويطبع الايه بقى؟ الاس. الاس ديت اللي هي الاري، اللي هي جت منين؟ من الاس برنت اف اس، فيعني خد اكس وواي حطهم في الاس، والاس راح حطها
عند البوزيشن بتاع 21 21، فبيطبع لي بقى الاحداثيات كل مره ما اعمل ليفت كليك او استخدم الليفت بوتون، اعمل عليه كليك يظهر لي الحاجه. ده هيبان قدامنا يعني زي ما احنا شايفين في اول حاجه ما ظهرت، ظهر الاول مره رنيت البرنامج ده ظهر لي الماوس في السنتر زي ما احنا شايفين كده في السنتر، وظهر لي كمان الريكتانجل اللي جواه كلمه اكزيت. لو انا ما استخدمتش ديت عمر البرنامج ما كان هيخرج، هيفضل ده شغال في انفينيتي لوب ومش هيخرج. الشاشه اللي بعدها اول بقى ما عملت كليك ليفت كليك في البوزيشن ده اهو زي ما احنا، اول ما عملت ليفت كليك ظهر لي بيقول لك بقى فوق كده 320 240. لو احنا عملنا بقى كليك في المكان ده هيظهر لي احداثيات، في المكان ده احداثيات ثانيه، في المكان الثالث ده احداثيات ثالثه وهكذا. يعني كل ما اعمل ليفت كليك في اي منطقه على الشاشه هيظهر لي فوق هنا كده الاحداثيات بتاعتها. وتلاحظوا طبعا انا كنت حاطط بار كل مره عشان اداري على المنطقه دي، عشان كل مره يبدا يكتب من اول وجديد ثاني. لو كان من غير الفانكشن بتاعت البار كان هيطلع الارقام دي بتتكتب فوق بعضها، ف 320 دي مش هتظهر كده حسب الرقم اللي هينطبع بعدها، فتلاقي الارقام كتبت فوق بعضها وما ظهرتش بشكل صحيح، فعشان كده احنا عايزين نمسحها يعني. ممكن الناس طبعا كانت تستخدم احد الفانكشنز الاخرى اللي خدناها في المحاضرات السابقه، ان انت ازاي تمسح حاجه كانت موجوده في نفس البوزيشن. لو رحنا بقى عملنا على ده ليفت كليك هيخرج بقى من اللوب، ويبقى انت لازم تحط جوه الانفينيتي لوب حاجه تخرجك منه، وتكون معرف اليوزر امتى يخرج من اللوب ديبند على انه يعمل كليك في بوزيشن معين. ده كده اول جزء الخاص بالايه؟ بالماوس. الجزء الثاني بقى الخاص بازاي نبرمج الكيبورد ونستخدمها. طب احنا قبل كده كنا ممكن نكتب الكيبورد عادي، نكتب الكيبورد عادي، بس ازاي بقى كل بوتون او كل كي يبقى تبدا تنفذ اخطاء وظيفه معينه. دايما بنشوف الحاجات دي في معظمنا يعني لما بنستخدم جيم. لو انت بتلعب جيم معينه فتلاقي فيه يعني لو انت بتلعب مع زميلك الاثنين على الكيبورد تلاقي المجموعه بتستخدم الاسهم اللي في اليمين دي مثلا، ومجموعه بتستخدم الكيز الموجوده هنا، بحيث لو في تو بلاير يلعبوا مع بعض من نفس الجهاز. طبعا تلاقي في جيمز بتستخدم الماوس، في جيمز بتستخدم الكيبورد، في جيمز بتستخدم الاثنين مع بعض. مش شرط الجيمز يعني، اي ابلكيشن ممكن يستخدم ده وده، يستخدم الكيبورد او الماوس او الاثنين مع بعض حسب اللي بيوصف البرنامج او البروجرامر هو بيستخدمه وعايز يصنفه ازاي. مهم جدا عندنا هيدر فايل برضو اسمه كي دوت اتش. الكي دوت اتش ده نفس الفكره زي ما قلنا الماوس دوت اتش، زي ما قلنا الجرافيكس دوت اتش وهكذا. فالنادي برضو الهيدر فايل ده، وهنلاقي الفايل ده مرفوع على الصفحه بتاعتي على موقع الجامعه، تقدر برضو تنزله وتحطه في نفس المسار اللي قلنا عليه سابقا. الكيبورد هنلاقي فيها مجموعه من الفانكشنز كي بنسميها سبيشال فانكشنز كي، زي الفانكشنز كي اللي هي فوق دي بتبقى اف 1 اف 2 وهكذا، بالاضافه الى الاسهم اللي هي اب وداون ورايت وليفت، بالاضافه الى انتر وسبيس وتيب واسكيب وباك سبيس. دي حاجات متعرفه في اللغه ممكن نكتبها باسمائها، بس لازم تكون بنفس الاسم من اول حرف كابيتال وبقيه الاسماء وبقيه الحروف بتاعت الكلمه تبقى سمول، فهو يعرف ساعتها انك تقصد ايه بالورد دي. او ممكن تستخدم الفانكشنز كي باسمائها اف 1 اف 2 وهكذا، فدي بنسميها سبيشال بوتومز او سبيشال كيس. طب احنا ممكن ننادي بفانكشنز باسماء، في فانكشن اسمها جيت كي تقدر ترجع لك القيمه بتاعت الكي اللي انت ضغطت عليه، وفي فانكشن ثانيه لو انت حطيت متغير اسمه اكس بتقول له ات كي. ات كي دي بتقول لك بتشيك على هل الكي اللي انت استخدمته ده من ضمن السبيشال كيز ولا لا. المثال اللي قدامنا ده هيوضح الفكره بتاعت استخدام الكيبورد وازاي نرجع كي. لو احنا كده عملنا انفينيتي فور لوب ونادينا طبعا هيدر فايل اسمه كي دوت اتش، وقلت له هنا فيه متغير من نوع انتجر سي ومتغير تاني من نوع كاركتر اسمه دي. نبص كده في السي، بقول بقى في الانفينيتي لوب السي بتساوي جيت كي، وجيت هنا في الاف قلت له ات كي الفانكشن اللي سالين عليها من شويه هل هي ايكوال 1، يعني هو ده من سبيشال بوتومز. لو هو كان ترو هيدخل بقى على سويتش على حسب بقى السي ده اللي هو مرجعه ده عند الكيس الاولانيه، لو هو كان انتر وطبعا لازم تتكتب كابيتال اي والباقي سمول، فيقوم يطبع لي برنت اف انتر. لو الكيس الثانيه كان سبيس او باك سبيس او اف 1 او ممكن تضيف كل الايه السبيشال بوتومز او السبيشال كيز بتاعت الكيبورد، فده بس بيبين لي لما اضغط على الحاجه هيظهر لي كتكست مكتوب على الشاشه بيقول انت ضغطت على انتر ولا سبيس ولا باك سبيس ولا ايه بالظبط. لو كانت بقى حاجه خلاف السبيشال فانكشنز، يعني الاف ستيتمنت هنا ما هيش ترو
يروح يطبع لك بقى الكي اللي انت ضغطت عليه التاني. فاحنا بنقول له كده ساعتها بقى يبقى الدي بتساوي السي، ويروح يطبع لك الايه الدي اللي عندك. يبقى ده مثال كده بيوضح لي ازاي استخدم الكيبورد واعرف كل كي من دول، هل هو سبيشال بوتوم ولا هو بوتوم عادي بتاعت الحروف A B C to Z. هيوضح لي ان انا لما استخدم الكي هيرجع لي الكود بين. خلي بالنا ان كل بوتوم على الكيبورد او كل كي ليه كود معين، والكود ده كمان ديبند على هل انت ضاغط على مثلا كابيتال A ولا سمول A، كل واحد فيهم بيرجع كود مختلف. وطبعا برضو السبيشال فانكشنز لها اكواد برضو مختلفه، فممكن تتعامل بالكود بدل ما تتعامل باسم الكي نفسه. فالمثال ده هيوضح لنا، احنا طبعا ندينا هيدر فايل جرافيكس دوت اتش، وندينا كمان الكي دوت اتش، وبقيه الهيدرز فايلز دي ممكن نستخدمها او لا، ديبند على انت في البرنامج بتاعك هتحتاجها ولا لا. يعني مثلا الدوس لو انت هتتكلم على الديلي، الكوني لو تستخدم الجيت سي اتش، وهكذا. بدأنا نعرف الجزء الأولاني زي ما خدناه قبل كده في البرامج السابقة اهوت. وهنا مثلا في المثال ده احنا هنا واحنا بنعمل انشاليزيشن للجراف، يعني حطينا المسار بتاع الفايل اسمه ايجا فيجا دوت بي جي اي، وهو تحت عندي في الجهاز عندي مثلا تحت بورلاند سي تحت البي جي اي. انت زي ما قلت لك في المثال اللي فات ممكن تشيل ده خالص وتسيب بس علامتين التنصيص وما بينهم المنطقة دي فاضية مفيش حاجة، معناها ان انت حاطط الفايل ده تحت السب فولدر اللي اسمه بن اللي انت بتكتب جواه الكود بتاع البرنامج اللي فيه المسار بتاع الكود بتاع البرنامج. هنعرف عندنا مجموعه فاريبل من نوع كاركتر زي سي اتش وبي 10 وام 10، دول مصفوفتين طبعا يعني من نوع كاركتر، وعندي متغير اي من نوع انتجر. ببدا ساوند فانكشن اولى سيت تكست ستايل عشان تحدد شكل التكست اللي عندك ده نوعه هيبقى شغال ازاي. وبعد كده نخش بقى في الفور لوب اللي هو الانفينيتي فور لوب. في الانفينيتي فور لوب ده انا قايل انا هخرج منه، نخلي بالنا لو انا ضغطت على كاركتر اللي هو الايه او الكي اللي هو الاكس، وهي هنا اكس سمول، يبقى انت هتخرج من البرنامج ده لو ضغطت على اكس سمول. هيروح لما يضغط على اكس سمول جو تو، دي فانكشن بتعمل لي جامب يعني لحاجه لاسم انت سميته مثلا تي ام، نخلي بالنا دي في نهايتها سيمي كولون لكن ده نهايتها النقطتين فوق بعض. يبقى لو انت ضغطت على الاكس هيخرج للايه للتي ام، التي ام ديت يعني انت خرجت كده من اللوب، يبدا يمشي بقى بالتي ام ويكمل بقيه الخطوات، ان هو هيطبع لك كلمه اسمها سي بلس بلس بروجرامنج لانجويج، ويستنى انك تضغط على كاركتر تاني عشان تخرج من البرنامج خالص. طب نمشي بقى في الخطوات كده ببساطه جوه الفور لوب، اللي فين الفور لوب ده اللي بيتم. اول حاجه جيت سي اتش، انت بتنادي هنا كاركتر هتسيفه في الايه في المتغير اسمه سي اتش، وهتناديها كمان مره تاني تسيفها في الاي، مره تسيفها على ان هي كاركتر هيرجع لك قيمتها، ومره تسيفها على ان هي انتجر عشان يرجع لك القيمه المناظره للكي دي، يعني هو يكافئ الكود بتاعه كام. وفي كل مره بنعمل كلير ديفايس عشان يبدا يمسح لي اللي موجود على الشاشه ويظهر بس اللي انا محتاج اطبعه ايه. هستخدم اس برنت اف، هبدا اخد الاي احطها في مصفوفه بي، واخد السي اتش احطها في مصفوفه ام، واحط سيت كلر ب 12، وبعد كده اول تكست اكس واي مره اطبع الام ومره اطبع البي في بوزيشنز مختلفه، هما الاثنين على نفس المستوى بتاع الاكس، لكن مره دي عندي 240 والثانيه عندي 200. اطبع مره اسم الكي هل هو ايه ولا بي ولا سي، والمره الثانيه بطبع الكود بتاعه المناظر له عشان نبقى عارفين لما اضغط على اي كي من الكيز بتاعه الكيبورد الكود المناظر لها ايه. ولو ضغطت طبعا على الاكس هيخرج. فتلاحظ انت في كل مره محتاج تعمل ضغطتين، الضغطه الاولى علشان يقرا الحرف، والضغطه الثانيه عشان ياخد الرقم المكافئ له. طبعا لما يجي يخرج بقى لو ضغطت على اكس هيبدا يخرج ويطبع لي على الشاشه سي بلس بلس بروجرامنج لانجويج، ودي هتلاحظ فيها انا استخدمت فيها سيت تكست ستايل وضغطت هنا واحد وحطيت هنا واحد عشان يظهر ده بشكل رأسي وليس شكل ايه؟ شكل افقي. يعني الخارج البرنامج ده لو ضغطنا كده وعملنا ران البرنامج يعني هيظهر لي مثلا ان الاتش الكود المكافئ لها 104 بس دي اتش سمول. ضغطنا على كابيتال اتش هيظهر لي الكود المكافئ لها 72. خلي بالنا احنا هنضغط على كل كي من دول مرتين عشان مره يقرا الكي ومره يقرا
الرقم المكافئ له. لو ضغطنا على الاكس ظهر له قال ان الاكس سمول ديت الكود المكافئ لها 120، وظهر لك الجمله بقى اللي احنا كاتبينها بشكل راسي اللي هي سي بلس بلس بروجرامنج لانجوج. وبكده يبقى احنا ايه قدرنا نستخدم البرنامج ده ان احنا نعرف الاكواد الخاصه بكل ايه بكل كي من من الكيبورد، عشان نقدر بعد كده نستخدمه بقى في البرنامج في لعبه او في تطبيق معين، اقول له لما اضغط بقى على الكي اللي هو على لما يرجع لي الرقم المناظر اللي هو كذا يبدا ينفذ تاسك معينه. بعد كده هو ازاي بقى نبدا نتعامل مع الفوتوس او مع الايمج او مع البيكتشر. في الغالب الهيدر فايل اللي هبعته لكم ده هيتعامل مع الكالر اللي هي في الشاشه ب 16 لون، وهنشوف ازاي برضو نبدا نعملها سيف عندنا في البرنامج يعني. فلو احنا مثلا عايزين نظهر الشعار ده، او عايزين نظهر بشكل عربيه، او عايزين نظهر الصوره الشخصيه بتاعتنا، فمحتاجين ننادي برضو هيدر فايل يتعامل مع الايمج او يتعامل مع الهيدر فايل ده. هتلاقوني برضو هرفعه لكم في نفس المكان الخاص بالصفحه الشخصيه بتاعتي على صفحه الجامعه، اسمه بيت ماب دوت اتش. بيت ماب دوت اتش بيت ماب دوت اتش ده لما تناديه تقدر تستخدم فانكشن اسمها ديسبلاي بيت ماب. ديسبلاي بيت ماب تعتمد على 3 بارامترز، اول حاجه اكس والواي، يعني انت عايز الصوره دي تظهر في انهي بوزيشن، وبعد كده الباس اللي هو المسار بتاعها. المسار بتاعها بقى انت حاطه فين. لو المسار بتاعها الصوره موجوده في نفس البوزيشن تحت البن تحت السورس كود بتاع البرنامج بتاعك خلاص، فمش مشكله، ما انت مش محتاج تحدد المسار بتاعها، تعمل بس تكتب اسم الصوره بين علامتين تنصيص في المكان ده. لكن لو انت هتناديها من مكان تاني على الهارد ديسك او في بوزيشن تاني تحت فولدر تاني لازم تكتب المسار كامل، مثلا يعني تحت الدي تحت تامر تحت فوتوز، وتحط اسم الصوره كمان مثلا تامر دوت بي ام بي مثلا يعني. يبقى لو الصوره هتحطها في نفس المسار اللي فيه الملف اللي فيه السورس كود بتاعك اللي فيه يطلع في الاخر فيه النسخه الاكس اي بتاعتك، خلاص حط المسار هنا ما بين علامتين تنصيص اسم الصوره فقط. لكن لو هي في فولدر اخر لازم تكتب المسار كامل بتاع هذا الفولدر. لو انت عايز تستدعي مثلا شكل العجل اللي قدامنا دي هتستدعيها ازاي عشان تظهر لك في البوزيشن ده. المثال بقى لو هنستدعي صوره عربيه مثلا، هننادي هيدر فايل اسمه بيت ماب دوت اتش، وقلنا احنا هنخلي الايجا فيجا هنا في نفس المسار، يبقى ما حطناش المسار كامل بس فتحنا علامتين تنصيص. ونفس الكلام هنا ان الفايل ده كار 1 دوت بي ام بي في نفس المسار تحت البن، كلهم موجودين في نفس الفولدر بتاع البن البي اي ان يعني. فهيبقى عندي ديسبلاي بيت ماب انا عاوزها تظهر في منتصف الشاشه 320 240، هنادي الفايل اللي هو كصوره اللي هو كار دوت بي ام بي. وطبعا انا حاطط جيت سي اتش هنا ليه؟ عشان الصوره ما تظهر ما تختفيش من على الشاشه الا لما اضغط على ان كي. المثال ده هيبقى احنا قد خدنا بالنا احنا عايزينها عند 320 240، هنشوف ازاي. نخلي بالنا ان الكورنر اللي فوق شمال ده هو بدايه اللي هو عند 320 و240. فلو انت عايز الصوره بقى دي نفسها تطلع في النص كده، شوف ابعاد الصوره دي بقى كام في كام، وحاول بقى تحرك الكورنر اللي فوق شمال ده فوق شويه، فوق وشمال شويه، عشان تبدا الصوره تظهر معاك. فانا عايز احدد لك بس ان بدايه الصوره لما تقول له ديسبلاي بيت ماب، النقطة اللي أنت قلناها 320 240 دي بداية الكورنر اللي على الشمال من فوق بتاع الصورة، وتبدأ تاخد بقى الصورة وتكمل بقى في الجزء اللي تحت. يبقى الجزء ده خلص، بس محتاج بس أقوله على حتة معينة. لما تروح في الرسام البنت وعايز تسيف الصورة، مهم جدا تختار سيف از 16 كلر بيت ماب، عشان يقدر يقرا البرنامج مع الهيدر فايل اللي احنا مسمينه بيت ماب دوت اتش. ممكن انتوا بقى تدوروا كده على النت تشوفوا هيدر فايل تاني ينادي صور بالوان اكتر من ال 16. فيا ريت اللي يقدر يوصل لكده يبدا يرفع لنا على الجروب بتاعت التليجرام يقول انا لقيت هيدر فايل اهوت اقدر اتعامل معاه مع الوان اكتر من 16 كلر. في بقى طبعا اي استفسار خلال الجزء اللي احنا شرحناه اللي هو الماوس او الكيبورد او الديسبلاي فوتوز، يا ريت الناس تبعت على الجروب الخاصه بالتليجرام. الجروب الخاص بالتليجرام لما الناس تبعت عليها محتاجين نعرف ان احنا هنستفيد كلنا مع بعض، ما حدش يبعت لوحده، ابعت على الجروب نفسها. لانك لما بتسال سؤال ممكن يكون غيرك هيساله بعدك، فنقدر احنا نجاوب، ممكن زميلك يجاوبك على السؤال ده، او انا اجاوبك، او احد الساده الايه؟ اعضاء الهيئه المعاونه يجاوبك. لما هو يجاوبك خلاص يبقى السؤال ده خلص
وكل الزملاء عرفوه، محدش هيسأل فيه تاني، وما تتكسفش ولا تتحرج، حقك انك تسأل، وواجبنا ان احنا نجاوبك. لكن الفكرة احنا بنقول ممكن زميل ليك يجاوبك، ممكن عضو الهيئة المعاونة يجاوبك، ممكن انا لقيت في الاخر حد يجاوب، ادخل انا واجاوبك على المشكلة دي ازاي تتحل. شكرا لحضراتكم جميعا يعني، ودمتم بالصحة والعافية، حفظكم الله وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.